نحن اليوم برفقة السلطة المحلية والهلال الأحمر الإماراتي الذي نستمر في استلام الدعم اللامحدود التي أجا ويأتي نظرا لثمرة التحسن في الأداء الأمني المؤدى على الأرض من خلال تفعيل مؤسسات الأمنية اللي تقوم بواجبها وكذا التصدي لكل تلك المحاولات البائسة والفاشلة التي تقدم عليها في مقدمة هذه الأعمال التخريبية للمنظمات الإرهابية داعش والقاعدة وكذا تحقيق الأمن وسلامة المنطقة وتقديم كل الخدمات التي يتطلبها من رجال الأمن تقديمها لشعبنا الذي نبشر شعبنا بكل تلك الانتصارات التي حققت في الأسابيع التي سبقت في تحقيق رجال الأمن في إلقاء القبض على كل هؤلاء الذي عبثوا في أمن وسلامة عدن الحبيبة في مقدمة الخلايا الإرهابية من أقدمت على قتل وسفك دماء أبناء هذه المحافظة الباسلة الصامدة أمام ذلك العدو المجوسي العفاشي وكذا الحوثي المدعوم من المجوس الإيرانيين الذي لن يهدأ لهم بال إلا بزعزعة أمن وسلامة المنطقة برمتها. فرجال الأمن في المرصاد والدعم من دول الخليج الذي لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، اليوم نستمر بالدعم المقدم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة الغير منقطع في تقديم سيارات المزودة بكافة الأجهزة لأن يؤدوا رجال الأمن بسلاسة مهمتهم الأمنية المناطة، الذي ندعو الجميع إلى الحفاظ على هذه الوسائل لكي تؤدي المهمة بكل ما نريد تأديته على الأرض. تواجدنا اليوم هنا لاستلام هذه الدفعة المقدمة لإدارة الأمن، السيارات التابعة لإدارة الأمن المقدمة هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي. هذا الدعم الكبير الذي يستمر يوما بعد يوم والذي نراه على الأرض إنما يواجه من قبلنا بجزيل الشكر والتقدير، أولا نيابة عن اللواعي دروس الزبيدي محافظ محافظة عدن، ثم نيابة عن كل أبناء عدن. شكرا لدولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما تقدمه، شكرا للهلال الأحمر الإماراتي على هذا الجهد الكبير، وأيضا ننتهزها فرصة كبيرة لنقدم جزيل الشكر والتقدير لرجال الأمن البواسل الذين يقدموا جهودا جبارة ملموسة على الأرض. شكرا للواء شلال علي شايع على تلك الجهود الكبيرة، وها نحن اليوم نلمس في عدن التقدم الملحوظ الكبير في الجانب الأمني. عدن تسير بخطى ثابتة في الكثير من المجالات الخدمية والأمنية. الآن إجمالي ما تم استلامه حوالي 22 سيارة من تويوتا اف جي، هذه مخصصة للمراكز الأمنية فقط. طيب كيف ممكن تفعل هذه يعني الدور اللي نحن بحاجة أنه أكثر، بس التحالف يعني بيعطونها على دفع بحسب الإمكانيات الوصول. نحن أي سيارة أي إمكانيات معاهم يدعمون، نحن بحسب طلباتنا في الأمن. نحن المراكز محاجة إلى سيارات شاصات، محاجة للتعزيز الأمني بكل المراكز الأمنية لتنشيط الأمن زي ما كان من قبل، ونتمنى أن يكون أفضل عادة.